بعيدا عن التظاهرات في الجامعات المختلفة، لكن برضو صور السيلفي اللي انتشرت في كل مكان وصلت للجامعات. بالتأكيد في الجامعة بعيد عن كل هذه الدوشة، في أكيد الجو الجامعي المليء بالمرح والضحك والهزار بين الطلبة، وأخيرا صور السيلفي اللي الطلبة بيستخدموها بينهم وبين بعض عشان ياخدوا أكيد صور تذكارية، ده أولا، لكن كمان بيستخدموها إن احنا ياخدوا نوع من أنواع صور السخرية، صور الضحك، وخصوصا موضوع الدك فيس أو وش البطة. هنشوف حكاية السيلفي في الجامعة. صور السيلفي بالنسبة لي يعني ممكن ساعات بتبقى حاجات كويسة وحاجات وحشة، بمعنى ان انا ممكن بصور نفسي في اي وقت، ده الـ it's okay منها. انما الحاجة الوحشة ان انا ممكن مثلا الاستخدام الخاطئ اللي الشباب ممكن بيستخدموه. هي طبعا موضة طلعت جديد في السنة او السنتين الاخر، وطبعا هي مفيدة ان انت ممكن في اي مكان مش محتاج حد يصورك او كده، وتطلع شوية ملامح كويسة. احلى حاجة فيها انها بتبقى في الذكريات حلوة قوي. صور السيلفي اللي هي لها حاجات فوائد كتير طبعا جميلة واكيد هتستمر. والله الصور السيلفي هي عبارة عن موضة وتروح زي ما اي حاجة بتظهر وبتختفي فجأة. هي حلوة لانها بتوقف لحظة من الزمن، تبقى حلوة، بتبقى ذكرى كويسة. صورت كتير زمان طبعا اكيد يعني، بس هي مش هتستمر. يعني صور الشباب يعني كله بيصوروها وحاجة جديدة يعني. الناس كلها دلوقتي ما فيش حتى يعني صغيرين وكبار والعواجيز وكله بيتصور، حتى في العيد صورت مع الخروف بتاعي وعادي يعني. فيها جو حلو وجديد، وكل جيل لازم يبقى ليه بصمة يعني عن الجيل اللي قبليه. افتكاسة من افتكاسات الجيل كالعادة يعني، وكل الشباب لازم يكون له طريقة لتميزه عن شباب الجيل اللي بعده وشباب الجيل اللي قبله. بس يعني صور السيلفي انتشرت قوي وظهرت وابتدت مدتها تكتر وتكتر، وكل الناس بقت تصور سيلفي، وهي صور يعني جميلة كده وتصور مع أصحابك. في ناس كده ايه، تحس انهم عايشين عشان يصوروا سيلفي على طول، ياخدوا سيلفي سيلفي سيلفي.